بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا الذين آمنوا سيئاك سانوا لرا اتخذوا دينكم شغرز وليد استاسوا دين لرا هزوا توقي ولعبا أو لبي من الذين داخلك دي داغ كساننا أوتوا الكتاب چوركل شوي ديتا كتاب يا فداس حالكي چداد داغ كساننا چوركل شوي ديتا كتاب من قبلكم استاسنا مكي والكفار ومني سين نور كافران لرا أولياء دوستان واتقوا الله ويري قيد لنا إن كنتم مؤمنين زكتي ويتاسو إيمان ولا يا ير وكيد اللانا كچرت تاسو ایمان والا وين ويري گيد اللهنا واذا ناديتم الى الصلاه او كل چتا سو आवाज ور کوي الى الصلاه د مانزد فرا يا كل چتا سو نادیتم اعلان کوي الى الصلاة مانز دفارا یا و اذا نادیتم کلچ تاسو آزان کوي الى الصلاة دفارا درات للو مانزتا نو اتخذوها حزوا دی اگرزی دی آواز لرا حزوا توقي ولعبا ولوبي ذلك دا غرزول دا دي آزان توقي بأنهم دا دي فدي وجباني چي يقينا دي دي قوم يو قوم دس قوم لا يعقلون چي دي نفويگي فيس شباني يا لا يعقلون دي عقل نلري قلو توا يا في غمبرا يا أهل الكتاب اي كتاب ولو هل تنقمون منا تاسو بد نغني زمننا يا يقينا بدن غني تاسو منا سمغنا إلا مگر دا خبرا چان آمنا بالله بدن غني تاسو زمغنا مگر إيمان زمغا فالله باني ويا أهل الكتاب إي كتاب ولو هل تنقمون منا يقينا بدن غني تاسو زمنا إلا أن آمنا بالله مگر إيمان راول الزمنا فالله باني وما أنزل إلينا وغسا چنازل شويدي منتا وما وغسا أنزل من قبل چنازل شويدي مهكي وأن أكثركم فاسقون زمنگا او زمنگا عقیده دادا چه زید ستاسونا فاسقونا نا فرمان دی یا پویشی چه زید ستاسونا فاسقونا نا فرمان دی یا وان اکثرکم او دا خبر بدن گنئی چه زید ستاسونا فاسقونا نا فرمان دی
قلو توايا في غمبرا هل أنبئكم آيا خبر ندركم تاستا بشر من ذلك فناكار سرا ددينا مثوبة عند الله دحیثیت د عذاب نا فنیز د الله بانی یا مسوبتن عند الله چاغیتا دحیثیت د بدلینا د طرف د الله نا یا چې پدی حیثیت بانی چې بدل ورکړی شوی دا دیتا فنیز د الله بانی من دیر ناکار مرتبی والا من اغا انسان دے لعنه اللہ چی اللہ لعنت کلی فدبانے وغضب علیہ واللہ غضب کلی فدبانے وجعل منهم القردة ولا گر جوڑ کلی وی ددینا القردة شادوگان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او دیر او بدترین آغا کس چه بندگی کلی وی الطاغوت د شیطان اولائکا دغ کسان یا دغ صفتن والا شر مکانا دیر ناکار دی مکانن دا مرتبی فلحا سرا و اضلو او دغ کسان دیر خطا دی ان سوائی السبیل دا لار برابرنا وَإِذَا جَاءُوكُمْ كَلَچِ دَيْ رَاشِ اسْتَاسُ خَاتَا قَالُوا وَيْ آمَنَّا مَنْ ایمان روڑے فَدَا سِحَالْ كِدَا خَبَرَ كَيْ چِ دَيْ رَانَ نَوْتِ وِي بِالْكُفْرِ سَرَدَ كُفَرْنَا یاران نوتلی وی فدس حال کے چھ دی وی پکو پر باندے وہم او حال دا وی چھ دی وتلی وی بیہی فدس حال کے چھ دی وی پکو پر باندے واللہ اعلم واللہ فویگی بما فاسبانی کانو یکتمون چی دی فٹوی وطرا کثیرم منهم اینی بات دیر لرا ددینا اے فی غمبرا یسارعونا چاغیبا جلتی کوی فی الاسم چه واقعی کی گیبا فگنا کے والعدوانی واقعی کی گیبا العدوانی فزیتی کے واکلہم السحتا واقعی کی گیبا فخوراک ددائی کے السحتا حرام لران لبئس ما دیر بد اغس کانو یعملون چیودی چکولو یغیلرا یا خام خواب بد ما کانو یعملون عمل ددی لولا ينهاهم الربانيون ولن منك والدويلرا الربانيون ألا ولا والأحبار أوغتوا مليان عن قولهم الإسما دا ويناد دينا الإسما قنالرا یا دوینا دگنا ددینا و اکلیهم السحتا اولین منک والدیل را دخوراک ددینا سحتا حرام لرا
لبئس ما كانوا يصنعون خامخا بدي ما هغس كانوا يصنعون چودي چاغي لربي حميشه دفار كولو يا بدي ما كانوا يصنعون كارددي. وقالت اليهود يد الله مغلولا ويليو يهوديانو چلاس دالا مغلولا بن کڑ شویده غلت ایدیهم بندشی ددی لاسنا یا بنشویدی ددی لاسنا ولوینو وفدئی لعنت شویو بما قالو فسبب دوینا ددی بانی بل يداه مبسوطتان بلکی دوان لا سند الله مبسوطتان کلاو دی ينفق كيف يشاء خرچك الله فكم حال کی چی اغاری الله خرچی کول لرا وَلَيَزِيدَنَّا خَامَخَا زَيْتَوِيبَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ زِيَاتُ لَرَا دَدِي كِتَاب وَالَانَا مَا أَغَ كِتَاب بِزَيْتَوِيُّنْ زِلَا إِلَيْكَ چِرَا لِگَلْ شَوَيْدِ دَبَرَنَا تَاتَا مِن رَبِّكَ آو نَازِلْ شَوَيْدِ تَاتَا سْتَادَ رَبْدَ تَرَبْنَا زيتوي بدي لرا تغيانا سركشي وكفرا أو كفر وألقينا بينهم العداوة والبغضاء أو منغا فيدا كلدا فمن ددي كتابيانك العداوة دشمني دا ظاهر والبغضاء كند باطن إلى يوم القيامة ترزد قيامة پوري كلما أوقدوا حركلا چدي بلكي نارا ور للحرب داس ور چوي د جنگ دفارا أطفأها الله ملك الله ديور لرا ويسعونا في الأرض فسادا أو دئي كوشش كيف ملك فسادا دوراني كولو والله لا يحب المفسدين ولا من نكيدا كسانسا چاغي ويوراني كونكي ولو أن أهل الكتاب آمنوا كشري ثابت شوي إيمان د كتاب ولو واتقوا أو ثابت شوي تقوى د كتاب ولو لكفرنا عنهم خام خام أفكلب من ديوتا سيئاتهم دديو غناونا ولأدخلناهم جنات النعيم وخامخا ننسلبوه من قدي لرا جنتنا دنعمتنا تام ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وكشري ثابت شويوه دا خبرات چدی عمل کلیوی فتورات بانی والانجیل و عمل کلیوی فانجیل بانی وما اوفاغ کتاب بانی انزل الیهم چی نازل شوید دیتا من ربهم ددید رب دا طرفنا لأكلوا خامخا ديبا خوراك لوي من فوقهم دبر طرف ددينا ومن تحت أرجلهم أو دلاندي طرف دلاندي دخبو ددينا منهم أمة مقتصدة زني ددي كتاب ولنا يودلدا مقتصدة درميان روانا
وكثير منهم اوزيات ددينا ساء ما يعملون بد عمل ددي يا بد اغس يعملون چكوي دوي اغيلرا